طيب قولي لي كده بقى يا شمس، عايزه اعرف اكتر قبل ما نروح للبطوله، عايزه اعرف عن حياتك اكتر، يعني تعرفي الساده المشاهدين بيكي اكتر، سواء عندك كام سنه، بتدرسي ايه، يعني عايزين نعرف منك. عندي 15 سنة، في أولى ثانوي. قبل البطولة كنا مركزين أكتر في التمرين عشان كان عندنا هدف في البطولة إن احنا نروح نحققه. 15 سنة، انتي بتدرسي ايه، في سنة كام؟ أولى ثانوي أولى ثانوي، اوكي. طيب شمس، خليني أتكلم معاكي عن اللي انتي حققتيه في البطولة. جبت مركز ثالث على الأرضي. شمس علي صوتك، علي صوتك، انتي بطلة، بطلة كبيرة، جبت لازم تتكلمي تعلي صوتك أكتر من كده. مركز ثالث على الأرضي، وجبت ثالث فريق ورابع على البي. اوكي،